خلينا ننتقل لملف اخر، وملف برضو يعني جيد جدا بصراحه، لان كانت معانا الفقره دي الاسبوع اللي فات، واتكلمنا باستفاضه طبعا يعني عن بطوله الشطرنج او بطوله افريقيا الفرديه للشطرنج للسيدات ورجال طبعا، اختتمت امبارح وكانت منطلقه من يوم 6 مايو لغايه يعني امس، ومشاركه هنا بنتكلم 100 لاعب ولاعبه من 24 دوله افريقيه. برضو كانت بطوله كبيره جدا، كنا بنقول هل احنا هنقدر ان احنا ننافس ولا لا، نافسنا بقوه. وعايز اقول لحضراتكم كمان حصل ادم فوزي لاعب منتخب مصر على المركز الاول، وجت كمان لينا ناصر لاعبه الجزائر في المركز الثاني، وباسم امين على المركز الثالث. فانت بتتكلم ان احنا مركز اول، قلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات، قلنا هل هنستطيع ان احنا نفوز بالمركز الاول. كان دكتور هشام معانا لو انت فاكر، رئيس الاتحاد طبعا، وقال لنا هنقدر نفوز بالمركز الاول. احنا الشطرنج تحديدا هذه الرياضه متالقين فيها بشكل كبير جدا، وعندنا لعيبه عندهم بوتنشال رائع جدا، وكان وقتها انا فاكره قال لنا من مختلف الكليات والجامعات وغيره والمجالات كمان، يعني في دكاتره وفي محامين ومهندسين وغيره وغيره بيلعبوا بشكل احترافي هذه يعني اللعبه. خلينا نتابع ونرجع نكمل. مرحبا بكم في حفل ختام بطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2023. ألعب شطرنج منذ كان عندي 7 سنوات، تحصلت الآن على في مصر على البطولة الإفريقية للأكابر بهزيمة واحدة فقط، وتحصلت كذلك على لقب دبل في جي أم وومن جراند ماستر. وأطمح طموح المستقبلي، أطمح لي اللعب جيد في كأس العالم في شهر جولاي. بالنسبة للبطولة، يعني البطولة لما أقيمت في مصر هي من أقوى البطولات يعني من الناحية الفنية، لأنه كان حضور جميع اللاعبين المصريين وهم الأقوى في إفريقيا، مثل باسم وعدلي وبقية الجراند ماستر، حتى في الفتيات. والحمد لله يعني احنا المشاركة تاعنا كذلك كانت في المستوى، وحققنا نصف الميداليات، يعني اخذنا 50% من الميداليات مناصفة مع باس. الحمد لله طبعا البطولة كانت قوية جدا، المنافسة كانت صعبة، 9 جولات يعني طوال، بطولة مجهدة جدا، الضغط العصبي بيبقى قوي جدا اثناء البطولة، فالواحد اكيد بيبقى مرتاح اول ما البطولة تخلص. الحمد لله يعني ربنا كرمني بالمركز الثالث، يعني اكيد مش النتيجه اللي كنت اتمناها، لكن الحمد لله يعني اول حاجه البطوله ما طلعتش من مصر، الحمد لله فاز بها الاستاذ دولي ادهم فوزي، طبعا ببارك له. المركز الثاني كان لاعب بلال الحسن من الجزائر، ادى بطوله قويه جدا برده وعمل نتيجه ممتازه. طبعا التحضير للبطولات في مصر بالذات طالما البطوله موجوده هنا بيكون قبلها بحوالي شهر مثلا في المتوسط، تحضير على مواقف معينه، مراحل الشطرنج المختلفه، كان افتتاح او وصل الدور او النهايات، بيكون على ساعات معين، وبس بيكون مثلا كل يوم او كل او يوم ويوم مثلا بتمرن. والبطولات الجايه ان شاء الله في بطوله في الامارات الاسبوع الجاي باذن الله في الشارقه وفي دبي، وبعدها بطوله كاس العالم شهر 8. الحمد لله بطوله افريقيا للشطرنج رجال وسيدات المؤهله لكاس العالم، احنا عملناها قبل كده في مصر 2015، بس المره دي المشاركه اكبر، وعدد المشاركين كدول 103 دوله مقارنة ب 16 دولة السنة اللي فاتت في نيجيريا، عندنا 103 لاعب برضه مقارنة ب 79 لاعب في نيجيريا. الحمد لله من ناحية عدد اللعيبة ومن ناحية الأساتذة الكبار الجراند ماستر والانترناشونال ماستر المشاركين وأبطال مصر كلهم مشاركين، والحمد لله البطولة المرة دي شاهدت بطل جديد اللي هو أدهم فوزي، ده لاعب سكندري وواعد جدا، واحنا الحمد لله في الاتحاد متبنيينه من 2016، يعني من حوالي 7 سنوات، وبنديله فرصه يلعب، يعني ادينا الفرصه يلعب مع باسم اللي هو ابطال بتوعنا، باسم واحمد عدلي الابطال المشهورين، لعب معاهم وهو عنده 16 سنه، ولعب معاهم المنتخب الاول وعنده 16 سنه، ودي عمرها ما حصلت قبل كده. الحمد لله قدر يتطور خلال 7 سنوات لغايه ما فرحنا النهارده وكسب البطوله في ظل وجود احمد عدلي وباسم بيلعبوا في البطوله، لكن هو قدر يتفوق عليهم الحمد لله وعلى كل اللاعبين المشاركين. اتمنى لكم ان شاء الله الفتره اللي قضيتوها في مصر تبقى فتره ممتعه.